صندوق سري تديره جهات أمنية إسرائيلية لتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية. هذا ما كشف عنه تقرير لموقع صحيفة إسرائيل هيوم العبرية، بأن الجهات الأمنية في دولة الاحتلال وبالتعاون مع وزارة المالية تدير صندوقاً سرياً خارج الميزانية يتم من خلاله تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية. هذا الصندوق بحسب الموقع لم يكن معروفاً حتى الآن، وتم الكشف عنه من خلال رد قدمه ما يسمى بممثل الدولة بشأن التماس قدم إلى المحكمة العليا حول تحويل 100 مليون شيكل لصالح السلطة الفلسطينية دون أن تدرج في الميزانية، وهي سابقة عادة لا شيء يعني لا يدرج في ميزانية حكومة الاحتلال. ليتبين أن هذا الصندوق يدار من الإدارة المدنية والجهات الأمنية بالتوافق مع وزارة المالية. لمزيد من التفاصيل ينضم لنا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور. عصمت صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح الخير لك ولكل المستمعات والمستمعين. كيف تابعت ما تم الكشف عنه من قبل صحيفة إسرائيل هيوم؟ وهل هي فقط هذه الصحيفة التي تحدثت عن هذا الموضوع؟ بالبداية هل لك أن تعطينا كمان تفاصيل عن ما تم الكشف عنه؟ يعني هو كما ذكرت ريم أنه هذا أمر نادر الحدوث في إسرائيل، يعني لا نذكر قضية من هذا النوع. الحديث عن صندوق، هذا الصندوق يعني هو لدى وزارة المالية الإسرائيلية ولكن خارج عن الموازنة ويدار بشكل سري وبعيدا عن الرقابة، لدرجة أنه يعني قبل أيام كان هناك نقاش في لجنة الخارجية والأمن وطلبوا يعني طلبوا وكان مشارك في هذا النقاش 9 إلى 10 ممثلين عن وزارة المالية وعن الجهات المختلفة في الوزارات الإسرائيلية ولم يتطرقوا للموضوع. وحتى عندما قدم التماس من قبل منظمة يمينية اسمها كهيمت تقدمت بالتماس وطالبت بالكشف، الدولة ردت أنها يعني لا تتحدث إلا في يعني خلف أبواب مغلقة، بمعنى أن يعني لا يتم الكشف بشكل تفصيلي وأمام الجمهور عن هذا الموضوع. الآن إذا أردنا يعني أن نتحدث عن هذه القصة ونفهمها بشكل أفضل علينا أن نعود إلى قانون خصم أموال يعني مخصصات الشهداء والأسهم من أموال المقاصد الفلسطينية. في هذا القانون في حينها ريم، وهنا علينا أن ننتبه، قالوا ماذا سنفعل في هذه الأموال؟ يعني إحنا نخصم 100 مليون 200 مليون حسب كل سنة يقدم كشف من الشباك عدد الأسرى الذين يستفيدون والشهداء من أموال السلطة، من هذه السلطة لديهم طوق لمعرفة عدد المستفيدين، وهذا المبلغ سيخصم. أين سنذهب في هذا المال؟ والذي قدم هذا المشروع طبعا القانون هو أبي دفقة رئيس الشباك. في حينها تم طرح اقتراح أن يتم الاستفادة من هذه المبالغ لصالح الضفة، الضفة يعني المستوطنات، يعني تحسين الطرق الالتفافية، تحسين وضع الحواجز، ولكن رفض هذا الاقتراح وتقرر أنه هذا المبلغ يودع أن السلطة في حال أثبتت أنها وقفت عن هذا الشيء بنعيد لها هذه المصاري. يعني هذه النقود لا تذهب لإسرائيل ولا تدخل في الموازنة وتبقى معلقة. الآن التطور أنه يتم استخدام هذه الأموال، يعني هي أموالنا ومن دهنه كليله زي ما بيحكوها، يعني من أموالنا نأخذ قروض، وعندما ذكرت 100 مليون عفوا ذكرت في الخبر وفي الالتماس كقرض هلفأة باللغة العبرية، كقرض قدم للسلطة في ظل الأزمة اللي كانت تواجهها. ويبدو أنه تم التوافق على آلية داخلية للإدارة المدنية التابعة لوزارة الجيش الاحتلال ومن قبل وزارة المالية أن يتم استخدام هذه الأموال لإقراض السلطة أو لتسوية بعض القضايا المالية العالقة بينها وبين إسرائيل وتحويل هذه الأموال بعيدا عن الموازنة وبعيدا عن أي شكل من أشكال الرقابة البرلمانية أو الإعلامية وبعيدا عن الظهور. الآن يعني هذه الأموال والخلل في هذا الموضوع، إذا كنا عدنا إلى قانون خصم أموال الأسرى والشهداء من مقاصد الفلسطينيين وأموالنا عملية هذه جمارك تجبى بالمعابد التي لم نسيطر عليها باسمنا ونتحاسب مع إسرائيل عليها كل شهر. إذا كنا
نعود إلى خطرة السلطة برفض أموال المقاصة إلا إذا تراجعت عن هذا القانون، في حين هجرت التسوية، ويبدو أنه ضمن هذه التسوية لم يعني هذا يفترض النضال مبدئي، يفترض النضال لإلغاء القانون. نحن لم نلغي القانون، وبدل ذلك دخلنا في مساومات وبصيغ في منطقة رمادية، يعني أشبه بالشيء يعني السوق سوداء أو إدارة من خلف ظهر ومن أبواب خلفية. طيب أنت ذكرت أن هذا قرض يعني مسترد، يعني يفترض أنه قرض يسترد، ولكن سمي قرض، هل هو قرض يعني قرض أم منحة؟ يعني سيسترد بمعنى هو دين؟ في معلومات عن هذا الموضوع؟ هم يكونون قرض، وفي حينها عندما نشر الموضوع وليبرمان تحدث عن قرض، يعني إسرائيل تعتبر أنه قرض، يعني هي أموال محجوزة إحنا صحبة نتصرف فيها يعني لأسباب أنه هذه في القانون يعني ليست أموال، ما هذه أموال لكم ولكن معلقة محجوز عليها بسبب أنكم تدفعوا للإرهابيين بالكوسين، ولكن عندما يتم التعامل معها تحدثوا عن قرض، هذا القرض يفترض أنه يعني يفترض أن يسدد. الآن عدم الشفافية في هذا الموضوع من طرف السلطة وعدم الحديث بشكل واضح عن مصير هذه الأموال وكيفية التعامل معها ولماذا الدخول في مثل هذا النوع من المساومات، يعني هو اللي فعلا بيخلينا مش عارفين بالضبط إنه هذا القرض إذا في عليه فوائد ولا لا، ولا كيف يسد، ولا هو تحت مسمى قرض لحين حل الأزمة. يعني هذه الصيغة كلها مبهمة، خاصة أنه فيش ولا طرف فلسطيني أيضا أعلن شيء عن الموضوع، ما في أي جهة فلسطينية يعني ما أعلقوا على الموضوع، ورأينا يعني من بعض بأينا نقول الأطراف القريبة من السلطة على صفحاتهم ومن منشورات يستخفوا، يعني هو أنه بنصدق كل شيء إسرائيلي وأنه هاي مش صندوق سري ولا بطيخ، هذا كما عبر أنه هذا موضوع كروب وعلاقات مالية وأنه لا يمكن أن يحدث مثل هذا النوع. أنا أقول لك بكل صراحة هذه فضيحة، فضيحة بكل معنى الكلمة. وهذا رأس جبل جليد، يعني يستتر خلفه جبل كامل من العلاقات اللي باتت مؤخرا في السنوات الأخيرة تأخذ هذا المنحة مع الجانب الإسرائيلي، يعني لم يعد الأمر هو يعني صراع سياسي، لا علاقة مالية اقتصادية، علاقة صحيح، وتتم بشكل يعني بأريحية وبعيداً عن القوانين وبعيداً عن المواقف. هذا المبلغ له ثمن، يعني بتحليلك الثمن السياسي، هل هو للحفاظ على بقاء السلطة من الانهيار؟ شو ثمنه بده يكون عصمت؟ إسرائيل لا تخفي، يعني يأير يبيد، وحتى جانس وتحديداً جانس سياسة المعلنة هو تمكين السلطة، وهذا الشعار يعني اللي توافقت يعني عليه الولايات المتحدة وإسرائيل أنه لا يمكن أن تجرى عملية سياسية لا أمريكا فاضية بسبب الأزمات العالمية والصين وأوكرانيا وروسيا وإيران ولا إسرائيل بسبب أحد داخلي، أنه دعونا يعني نركز على الدعم المالي، السلطة تمكينها دعمها ماليا، وأمريكا لأنه عندها قانون الإرهاب تدعم من خلال مستشفيات ومن خلال USAID ومن خلال يعني مباشرة لمشاريع في السلطة أو تغطية جوانب إنسانية، وإسرائيل أيضا تكون بهذه الطريقة بدعم السلطة. نعم، عصمت مصادر الأموال قالوا أنها من المدفوعات الناشئة عن النشاط في الضفة، يعني هذا اللي ما ذكرته أنه منا الأموال هاي يعني أصلا؟ طبعا طبعا هذه أموالنا، هذه أموالنا يتم مصادرتها. شو قصدهم بمدفوعات ناشئة عن نشاطات في الضفة؟ يعني هذه اللي هو الاستيراد وعملية النشاط الاقتصادي، كل ما يدخل عبر ميناء أشدود أو الموانئ الإسرائيلية يتم جمركته وتخصم هذه الأموال من الأموال. الآن المشكلة لا أحد يعلم كم لنا أموال وكم يخصم وماذا أخذ منها وماذا يسترد وماذا يسترد، يعني في فوضى في التعامل المالي، وهذا يفتح باب للفساد وباب للابتزاز، حتى الابتزاز ليس فقط السياسي في المواقف، يعني المواقف السياسية في الفترة الأخيرة أصلا ما حدا بحكي سياسة، حتى السلطة لم تعد تحكي سياسة، يعني تحدث في السياسة، حتى مع أمريكا اليوم تتحدث عن فتح الجسر 24 ساعة والأخير، يعني هذا يفتح الباب للتلاعب وللفساد وللعلاقات اللي غير سوية فعلا. يعني وقنوات كلها يعني مظلمة ولا أحد يعلم ما هي، الأمر خطير فعلا، ونحن يعني لا يوجد تشريع ليراقب ولا يوجد فصائل لتسائل ولا يوجد رأي عام، ولا حتى أنا أنتم إعلام الآن تتحدثون، ولكن يعني حتى وسائل الإعلام الأخرى يعني لماذا لا تتحدث في هذا الموضوع، لماذا لا
تجري تحقيقات استقصائيه. واضح انه يعني لدينا مشكله في هذا الموضوع. طيب. ولذلك هذا يعني يفتح باب واسع للفساد، فساد مالي وسياسي واداري ووطني حتى. خاصه انه في محامين يعني بدهم يقدموا التماس واعتبروا ما جرى انتهاك صارخ للقانون، ولا يجوز لدوله تدعي انها دوله تحترم القانون طبعا ان تنقل اموال غير متعلقه بالميزانيه. طيب يعني انا واثق انه يعني وزاره الماليه والاداره الماليه لديها مخارج قانونيه يعني لهذا الموضوع. هم لا يدخلوا في عمليه من هذا النوع دون غطاء قانوني. ولديهم مسألة يعني تشريعات سهل جدا ابتداعها. وهذه ليست يعني مشكلتنا انه هم يعني بتحايلوا، هم سموا قانون، كل قانون الأسرة وخصم الأموال المقاصة هو قانون يعني غير قانوني غير شرعي، ويعكس إلى أي درجة يعني العلاقة مع الاحتلال أصبحت يعني معقدة. من جهة بدعموك ومن هاي الأموال بتسمعها منك لأنك بتدعم الإرهاب، بدعموك منها وبكرزوك منها، من جهه بسن القوانين بخصموها، وبالتالي هذا يعني يعكس انه صيد صرف مزاجيه، وانه هلا يعني اي حزب متطرف او لوبي داخل الكنيسة يتقدم باي قانون ضد السلطه الحكومه لن تقف في وجهه وستبدا بالبحث عن المخارج. ونحن بدل ان نقف يعني بشكل صلب امام هذه يعني الممارسات والتشريعات نتسابق معها وندخل في مساومات، مساومات فعلا رخيصه بكل معنى الكلمه. يعني لا يجوز لسلطه تمثل يعني حركة تحرر وشعب يناضل ضد الاحتلال في مواجهة عدو أن تقترض وأن تدخل في مثل هذه العلاقات المشبوهة تفوح منها رائحة كريهة فعلا مع الاحتلال. شكرا على هذه التفسيرات، شكرا جزيلا لك الزميل الصحفي عصمت منصور المختص بالشأن الإسرائيلي، تحياتي.